اليوم كانت والدته في مدينة الناظور، وهي تسمى المدينة الجديدة مارتشيكا. احنا كانوا برلمانيين، أطاءت لجنة الخارجية في مجلس النواب اللي تكون واحد اللجنة استطلاعية ديال الجالية المغربية، اللي هي كنعرفوا حنا الجالية المغربية هذه عامين ما دخلتش، اللي كان كاين كوفيد وكاين كورونا ما دخلتش هذه عامين. دونك حنا ارتئينا كجميع الأحزاب اللي ممثلة في البرلمان باش تكون هذه اللجنة الاستطلاعية، وبديناها في شهر 21/6 مع الدخول ديال الإخوان ديالنا ديال الجالية العالم. واليوم تبين باش نواكبهم عاود في الدخول ديالهم وفي الخروج. بدينا نعم سيدي أول الخرجات ديالنا حنا كمجلس النواب 9 النواب فيهم واحد 5 النائبات اللي هما جميع كيمثلوا التراب الوطني، وربعة البرلمانيين اللي كاين كذلك اللي كاين من الدار البيضاء، من فاس، من طنجة، من العريش. واليوم جينا كذلك الدورة الأولى كانت فيها الخرجة الأولى ديال مجلس النواب ولا اللجنة الاستطلاعية. كنا درنا الناظور هو الأول، درنا الحدود المعبر ديال الناظور، درنا بنينصار، ودرنا المطار ديال الناظور يلي كذلك مرور بالمطار ديال الحسيمة والميناء ديال الحسيمة كذلك، ودرنا طنجة المدينة، درنا طنجة ميد، وكذلك درنا مطار الدار البيضاء، ودرنا مطار أكادير، مطار مراكش. وكذلك اليوم في الرجوع رجعنا اليوم كنتواجدوا في هذه الجهة الجديدة اللي هي اللي سميتها مارتشيكا، وكنا في المعبر ديال بنينصار، المعبر ديال الحدود ديال بنينصار، وشفنا بعض المسائل اللي هي بالحق اللي خصها تكون في التقرير من بعد باش ندليو بها في مجلس النواب او في الناس المسؤولين، خاصة المتدخلين مع الجمرك، مع الداخلية، مع يعني المؤسسات، مع وزير اللوجيستيك، باش نعطيو مرة أخرى نحسنوا الوضعية ديال الجالية ديالنا. من تدخل تلقى تكون تدوز في واحد الموقف اللي غادي يكون مشرف للجالية ديالنا، وخاصة مع الخطاب ديال سيدنا ديال الانطلاقة في الخطاب الأخير اللي عطاهم واحد الأهمية أكثر في الخطاب ديالو على هالجالية هذه، باش نواكبوها وتكون حتى الاستثمارات ديالها تكون محفوزة، ونكونوا نواكبوا معهم جميع الميادين منين يدخلوا حتى يخرجوا، كذلك في المحاكم ديالهم، في الإدارات ديالهم. وكاين حتى اجتمعنا مع العامل ديال الناظور في شهر 6، ودابا ان شاء الله غادي نجتمع معاه ننساليو هذه المهمة ديال المطار ديال العروي، كذلك غادي نزوروه من بعد نديروا طنجة، ونشوفوا يعني المشاكل اللي كتلقاها الجالية خاصة في العبور ديال الحدود. وحنا بغينا كذلك نحفزهم باش يستمروا في بلادهم كما قال سيدنا في الخطاب ديالو. وهذا الدور ديالنا حنا انا يعني كرئيس المهمة ديال هذه المهمة الاستطلاعية، وكنتمي لهذه الجهة هذه، دونك فضلت باش نبداو بهذه الجهة هذه ونكملوا بهذه الجهة هذه باش نعطيو واحد التقرير اللي يكون في المستوى، اللي ان شاء الله السنة الجاية ما يتكررش المشاكل اللي كاينة هاد السنة هذه، باش كل الجالية ديالنا تحب تجي لبلادها وتستمر في بلادها ويكون عندها الحق ديالها. ما يمكنش داك التضييع ديالهم ديال الوقت اللي الله يحسن العوان كيجيبوا شهر ولا شهر ونص يلا كيكملوا في المشاكل ديالهم. حنا بغينا المهام ديالهم تقضى لهم داك الشيء يكون بسرعة، ويكون عنده واحد الحس إداري اللي نعطيهم القيمة اللي كيستحقوها، لحقاش هما كما قال سيدنا هما سفراء ديالنا في الخارج. احنا اليوم الا جينا نتمنوا الخطاب ديال سيدنا باش نعطيو لهم واحد القيمه اكثر، ونوقفوا على المشاكل اللي كيتعرضوا لها تقريبا في العبور ولا في الدخول، باش مره اخرى ما تتكررش. وهذا الدور ديال هذه اللجنه هذه، وغادي نرجعوا بتقرير ان شاء الله لمجلس النواب. دونك المواطن بعد ملي كيتسول، انا سولت بعض الناس اللي من جهه الالمان هي اسم فرانكفورت، كنسول العائلات كيكونوا في السيارات ديالهم، كيقول لك اودي هذا العام راه تبدل شويه، راه كان تحسين في الاداء ديال الجمرك ولا ديال الدراك ولا ديال الشرطه، اللي كيكون كيدوز واحد الوقيته كان كيدوز 4 سوايع 3 سوايع، دابا كيدوز 15 دقيقه 20 دقيقه وكيدوز هو ووليداتو، الا كان عنده الامور ديالو مقاده، عنده الطوموبيل ديالو مقاده، الورق ديالو مقادين، كيدوز 20 دقيقه.
كاين فين كيكون شويه الخلل بعدا بالنسبه للناظور الا عند الجيران. الجيران ربما ما كيديروش بحال المغرب ديالنا كي عنده 3 فوا ولا عنده 4 فوا، الاسبانيول كيديروا طريق واحد. هذا هو المشكل اللي كيكون شويه البلوكاج، كيكون داك كما كتقولوا انتم كيكون الكولا، كتكون كولا. وان شاء الله حنا العلاقه دابا اللي ولات مع اسبانيا في واحد المستوى اخر وتحسنت، غادي نشوفوا معهم على مستوى اللجنه اللي كاينه، واحد اللجنه تنسيقيه ديال اسبانيا وديال المغرب، باش تعطي الثمار ديالها ونحلوا هذه المشكله ديال اللي كيكون عند الجانب الاسباني. هذا هو الجانب اللي عندنا، ماشي هو اما الاداره ديالنا. زعما حنا كنجيو على غفله كنسولوا الناس وكنسولوا المواطنين اللي كيرجعوا، كيقول لك ودي الحمد لله داك الشيء زعما الاداره ديالنا ما عندناش معه مشكل. هذه اللجنه هذه تنخدموا عليها لحقاش لجنه الخارجيه اللي في مجلس النواب اختارت بعض النواب اللي تقريبا كيمثلوا كاع الاحزاب في مجلس النواب، باش نهزوا المشاكل ديالنا حنا، لا ديال الاداره ديال الاداره ديالنا اللي كتشتغل في الحدود، لحقاش كيشتغلوا بزاف المتدخلين، من الشرطه، من الدراك، من يعني الجمركي، من هادو حتى هما خصنا نحسنوا لهم الوضعيه ديالهم ونحسنوا يعني البنيه التحتيه ديال الحدود. هذه المعابر ديما فيها مشاكل، كيكون الاكتظاظ شويه، خاص تحسن الوضعيه ديال الموارد البشريه، وتحسن حتى يعني باش ترفع المشاكل اللي كيعيشوا هاد الناس، ترفع حال المسؤولين اللي هما كاينين في المؤسسات المتدخله، باش مره اخرى ان شاء الله ما يتكررش المشاكل اللي وقفنا عليها. انطلاقا من التعليمات الملكيه الساميه والتوجيهات المولويه والعنايه التي تخص بها جلاله الملك المغاربه مقيمين بالخارج، اللي اكد عليها جميع خطاباته، قام السيد رئيس مجلس النواب بمعيه مكتب بتشكيل لجنة برلمانية استطلاعية. وهذه اللجنة منذ تشكيلها أي شهر قبل انطلاق عملية وصول المغاربة للعالم، انطلقت في الاجتماعات ديالها في 15 ماي، أي شهر قبل وصول المغاربة للخارج. وقمنا بعدة اجتماعات وقسمنا العمل ديالنا لمرحلتين، المرحلة الأولى متعلقة بالوصول إلى أرض الوطن اللي امتدت من 15 يونيو إلى 15 أغشت، والمرحلة الثانية ديال العودة اللي غادي تمتد من 15 غشت إلى 15 شتنبر. وبعد ما تشكلت هذه اللجنة برئاسة السيد النائب المحترم حسن البركاني اللي هو ولد هذه المدينة اللي متواجدين فيها، وكذلك موجود في هذه اللجنة النائبة المحترمة فريدة خنيتي وسبعة ديال النواب آخرين تيمثلوا مختلف جهات المملكة. وأول عمل قمنا به بطبيعة الحال زيارة المعابر البرية والموانئ والمطارات اللي غادي ينفذوا لها ويوصلوا لها المغاربة. وكانت انطلاقة كذلك من هذه المدينة المناضلة، مدينة الناظور. وقمنا بزيارة تقريبا كل المنافذ ديال الوصول، ويمكن لي نأكد كشاهد عيان لأن البنية التحتية اللي تتوفر عليها بلادنا لا من موانئ والمطارات ولا طرق سيار، من حيث التجهيزات والتقنيات تضاهي ما هو موجود في المدن في الدول المتحضرة. كذلك أن الأطر العاملة في مختلف القطاعات، سواء من دارك ملكي ولا الأمن الوطني ولا الناس الجمارك، تعملوا بواحد الاحترافية وواحد المهنية كبيرة، ومضحين صراحة، لأن الوقت اللي فاش حنا اخرين تيقضيو عطل صيفيه وصحبات اولادهم، هاد الناس مضحيين متواجدين في هاد المعابر من اجل خدمه وطنيهم، خدمه المغاربه اللي غيتوافدوا. كذلك انه بكل صدق يمكن لي نقول لكم بان نسبه الرضا في بعد ما يخص العمليه الاولى اللي متعلقه بالوصول، نسبه الرضا والنجاح عمليه مرحبا 2022 راه مرتفعه جدا، وتنطمحوا ان شاء الله باش كذلك. والان الاحصائيات اللي عندنا الى غايه 15 غش وصلوا 1,500,000 مغاربه قاطعين بالخارج، زائد 350,000 سياره، وهذا رقم راه ماشي ساهل، راه يصعب لا جيستيون ديال. وقلت تنعاود ناكد بان نسبه الرضا مرتفعه جدا، وتنأملوا باش الرجوع ان شاء الله والمرحله الثانيه ديال العوده
تكون هي ناجحه بهذه النسبه هذه، وغادي تكون ان شاء الله الخاتمه ديال الزياره ديالنا بواحد المدينه اللي عزيزه على جميع المغاربه وهي مدينه الدخله. بالاضافه الى ذلك لابد ان نتوجه بالشكر ديالي للاطر الصحيه اللي وزاره الصحه هي قامت بواحد المجهود كبير في الميدان، غطت جميع المنافذ باطر طبيه وشبه طبيه، كما انه قمنا بزياره كذلك المرافق لمؤسسه محمد الخامس التضامن اللي تقوم بواحد العمل جبار، وانا شخصيا تبهت بداك الشيء اللي تقوموا، لانه كاين هذا الشيء عادي بالنسبه للحب المغاربه للوطن ديالهم. في نهايه وختام عمل اللجنه الاستطلاعيه لمرحبا 2022 اتوضع تقرير عند السيد رئيس مجلس النواب اللي غادي يرفعوا الجلسه العامه. بطبيعه الحال حنا مغاربه طموحين بزاف، ما تنقنعوش، ما يمكنناش نقولوا بانه وصلنا ل 100%، ولكن ان شاء الله نطمحوا باش السنوات المقبله نوصلوا 100. اذا وضعنا يدينا على بعض نقاط الضعف، بعض الخلال، بعض المسائل اللي غادي البرلمان هو اللي غادي يعالجها ويمد يد المساعده ويمد الاحتياجات لهذه الاطر.